بحث وتبادل وجهات النظر في العلاقات الثنائية بين إيران والاتحاد الأوروبي هو العنوان المعلن الذي تحمله زيارة فيدريكا موغيريني منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لإيران. وبالرغم من أنها جاءت بطابع سياسي، فإن للاقتصاد دورا مهما في تفاصيل هذه الزيارة. المزيد من التفاصيل مع مراسلتنا من طهران علا مسعودي. بحقيبة تحمل ملفات كثيرة، أولها اقتصادي وليس السياسي بآخرها، وصلت فيدريكا موغيريني منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إلى طهران في زيارة تحمل عناوين مختلفة، وبوصفها أحد عرابي اتفاق إيران النووي، فلا بد أن يكون للاتحاد موقع واضح في أي اتفاق، وهو ما أعلنه الأوروبيون قبل أسبوع من هذه الزيارة. الاتحاد الأوروبي وقبل زيارة السيدة موغيريني أعلن نيته رفع مستوى التعاملات التجارية مع إيران من أجل الوصول إلى مستويات جديدة، فضلا عن دعم طهران في سعيها إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وهي تعد بادرة حسن نية من قبلهم. وكانت فيدريكا قد زارت طهران من قبل بمعية وفد اقتصادي ضم 7 مفوضين من الاتحاد الأوروبي ورجال أعمال مثلوا شراكات وشركات كثيرة، لا سيما وأن القارة العجوز كانت لها حصة الأسد في الاتفاقات الاقتصادية التي أبرمت مع الإيرانيين، لكنها تأتي هذه المرة لوضع النقاط على كل ما اتفق في شأنه بين طهران والوفود الأوروبية. هناك أمور اقتصادية كثيرة بحثت في هذه الزيارة، ومن أهمها افتتاح مكتب للاتحاد الأوروبي في طهران والاتفاق على الخطوط العامة التي ستبحث في بروكسل مطلع ديسمبر المقبل بين وفد الخارجية الإيرانية والاتحاد الأوروبي بما يخص الاتفاقيات التي أبرمت بين الطرفين من قبل. وقد سجل النصف الأول من هذه السنة زيادة في صادرات إيران بلغت 4 أضعاف ما كانت عليه قبل العقوبات لتصل إلى 1,500,000,000 يورو، بينما ازدادت صادرات أوروبا إلى طهران 13% لتبلغ قرابة 3,600,000,000 يورو. أما حجم التبادل التجاري بين الطرفين فقد ازداد وفي المدة نفسها إلى 43% عما كان عليه قبل الاتفاق النووي، ولكن ما زالت هناك بعض النقاط التي تبحث عن مخرج في المستقبل القريب. الاتحاد الأوروبي قرر رفع العقوبات عن بنك الصادرات الإيراني وإعادة أمواله المجمدة في المصارف الأوروبية، ولكن ما زالت هناك مسائل أخرى تبحث عن حل، منها تبادلات العملة الصعبة وقطاع التأمين البحري لشحنات النفط، وهي أمور ما زالت في انتظار الحل وهي ما نأمله قريبا. وفي ظل سعي الأوروبيين إلى الاستفادة المثلى من السوق الإيرانية، ما زال هناك كثير في انتظار الطرفين في ظل الأزمات المتصاعدة التي تمر بها المنطقة، والتي أولها سياسي وليس آخرها اقتصادي. بين سطور الاتفاقيات الاقتصادية لابد للسياسة أن تكمن في التفاصيل، لأنهما وكما يقال وجهان لعملة واحدة، وهو ما تسعى لتحقيقه موغيريني في زيارتها إلى إيران. لأخبر الآن علا مسعودي، طهران.